بالنسبة لسؤال مد جزر، سؤال مد جزر ده له أكثر من إجابة. أما تشوفي كده مد جزر، أما تشوفي مد جزر، الأصل في هذه العلاقة، علاقة مد جزر ده الأصل فيها أنها علاقة، علاقة إيه يا أستاذ؟ علاقة عطاء وأخذ. قول تاني كده، علاقة عطاء وأخذ. أو إيه كمان؟ وعلاقة إنه بيعطينا يعني إنه كريم، هو عكسه بخيل انه بيسحب المياه مره ثانيه. هو علاقه ايه؟ او علاقه انه بيرسل ارسال او استقبال المياه مره ثانيه، يرسلها او يستقبلها. اللي موجود امامنا ده هي الصوره المثلى لسؤال علاقه مد جزر مع بعضه. يعني المد والجزر الاصل ان العلاقه فيه بيعطي بعدين ياخد مره ثانيه، يعني كريم وبخيل او ارسال واستقبال، ودي الصوره الاولانيه اللي ناخد فيها اجابه مد جزر. احيانا بيجي مد جزر بشكل تاني، ما بيجيش ولا واحده من دول، هيجيب لك بقى معاها اي تعاقب. تعاقب يعني ايه؟ يعني ليل نهار خديها. تعاقب يعني ايه؟ لك شمس قمر، ما فيش مانع، ما الشمس بتروح والقمر بيجي، الشمس بتروح، ده اسمه تعاقب. تعاقب زي ايه برضو؟ زي صباح ومساء، يروح ويجي، او طبعا مساء وصباح ايا كان بقى، صباح ومساء يروح ويجي. او يقول لك مثلا شهيق وزفير، ده يروح وده يجي، شهيق وزفير يروح ويجي. يعني الصورة المثلى رقم واحد في سؤال مد جزر واحدة من اللي امامنا ده، ما جاتش يبقى الصورة رقم اتنين خديها تعاقب، ما جاتش ولا واحدة من دول، لا هي علاقة عطاء واخذ او انه يعطي ويأخذ ويبقى كريم وبخيل او ارسال واستقبال، ولا جت علاقة تعاقب، خديها بقى علاقة تضاد. ما لقيتيش واحدة من اللي فوق دول، خديها بقى أي حاجة، خديها علم جهل، خديها مثلا طويل قصير زي اللي فوق، مفيش مانع، أي تضاد عادي خالص. يبقى ترتيب سؤال مد جزر بالصورة اللي أنا بقول عليها دي، أول واحدة فيهم مد جزر يستخدم كعلاقة إرسال واستقبال، دي الصورة الأولى. والصورة الثانية، الصورة الثانية إن أنا أقول لفضيلتك دي علاقة تعاقب، مفيش، يبقى الصورة رقم ثلاثة، الصورة رقم ثلاثة اللي إحنا هنختارها صورة التضاد العادي البسيط. ودي الصور الثلاثة والإجابات المنطقية في سؤال مد جزر. وصلت؟ ترجمة